وصلنا للرحلة رقم 28 في برنامج الحلو الترحال، وهذه مو أول محطة لنا مع أريج التميمي اللي أول مرة خذتنا لروسيا، هالمرة وجهتها النيبال، الدولة اللي بعد أول زيارة لها صارت تزورها دائماً عشان تجدد طاقتها. فيها تسلق الجبال وللوصول للقمة ينسيك التعب كله، وهذا غير تعرفها على عاداتهم وتقاليدهم عن قرب لما قررت تحضر عرس نيبالي. عنوان النيبال راح يكون ريتشارجينج أو الشحن، خلينا نقول نيبال أنا وايد أحبها، يعني رايحت لها للحين تقريبا 5-6 مرات وتوني رادة منها ريسنتلي. ليش ريتشارجينج؟ لأن أنا يعني الهدف الأساسي إني أروح نيبال حق الهايكينج، بس هي كدولة مريحة، ما أدري شلون أوصف الراحة اللي فيها، هي ديرة مريحة، فيها العاصمة كاتماندو. العاصمة كأي عاصمة يعني من دول العالم دائما نوعا ما تكون مزدحمة، فما أقعد فيها وايد، أقعد فيها يوم يومين بالكثير اللي هو بس الوصول وحازة الردة. عقب الهايكينج أو قبل الهايكينج يعتمد على حسب جدولي، دائما أكون قاعدة في منطقة اسمها بخارة، هي ثاني أكبر منطقة بالنيبال من عقب كاتماندو، منطقة يعني حتى الهواء فيها وايد يرد الروح مثل ما يقولون، يعني الديرة نظيفة لأن هي تعتبر منطقة جبلية، فالهواء فيها وايد حلو. قلت لك يعني أنا أساساً أروح حق هايكينج بما أنها تشتهر في جبال الهملايز. كشعب، الشعب عجيب، ينن وايد حلو، يعني وايد محترم وايد. حضرت عرس في النيبال، للأمانة ما شفت بالضبط مراسم العرس، بس اكتشفت ان هم هناك عادة يلبسون اللون الأحمر الوردي أو البرتغالي حق العروس، يعني حتى العروس دائما تلبس اللون الأحمر، بس المعازيم كلهم يختص يعني اللبس يكون بس بهالثلاث ألوان. لبس الريايل عادة يكون مثل بنجابي وفوقه يكون زديري مع قبعتهم ما أدري شنو اسمها، يعني لبسهم حيل كذي أنيق وحلو. وهم رحت عندهم في أكثر من معبد، رحت معبد حق حرق الجثث اللي هو هم الهندوس عادة عندهم عقب ما يتوفى الشخص يحرقون جثته ما يدفنونه، فهم شفنا مراسم الحرق كلها، واكتشفنا أن مثلا الطبقة الوسطى عندهم مكان معين أن هم يحرقون فيه الجثة، الطبقة الأغنية لا عندهم هم مكان معين ويدفعون عليه أكثر علشان يحرقون جثته، فيعني تختلف على حسب الطبقة مثل ما يقولون. وإذا بنتكلم عن الأكل، وهم عندهم طبق مشهور اسمه دالبات، هو عبارة عن مثل مرقة عدس بس تكون شوي خفيفة معاها عيش مشخول، ويحطون يمها معبوش، هو مو معبوش لترلي بس إنه يعني يمها فلفل، أتشار مانجا، حمصة خضرة أو ما أدري إذا هو سبانخ ولا لا، بس وايد لذيذ، فهذا الطبق هو يشتهرون فيه بالنيبال. رحلة الهايكينج يختلف على حسب المسار، في مثلا رحلة تاخذ 3 أيام، في رحلة تاخذ 12 يوم على حسب وين الوجهة الأساسية. أقصى يعني على قولتهم أكثر مدة أنا تميت فيها بالهايك كانت 12 يوم، كانت حق إيفرست بيس كامب، وأقل مدة كانت 3 أيام حق قمة بون هيل. تحضيرات الهايكينج يعتمد على حسب الجو اللي إحنا بنكون مارين فيه، ودائما مثل ما يقولون الجبال الطقس هناك غير متوقع، فلازم الواحد يكون متجهز من قبلها. عندنا أهم شيء الجوتي وانت بكرامة، لازم يكون هايكينج بوتس بحيث أنه هو يكون سبورت حق الأنكل، البنطرون لازم يكون واتر بروف ويند بريك ويند بروف بعد على أساس البرد، لازم نلبس اللايرز اللي تكون مثل ما يقولون كويك دراي، لازم معنا ويند بريكر في أي لحظة مثلا ممكن يطق مطر أو أنه مثلا ينزل علينا سنو ولا شيء، لازم الويند بريكر يكون معنا. سؤالك بالنسبة حق الشعور لما نوصل للقمة، هو يعني تخيلي احنا نمشي تقريبا من 5-7 ساعات باليوم، المناظر تكون خيال، اللي لما نمشي فجأة كذي نوقف ونطالع نقول سبحان الله شلون
شلون الجبال هي كذي واقفه يعني عادي انا اوقف 10 دقائق ويلا يا ريج امشي ولا لحظه خل اشوف الجبل بس الجبل ما راح يطير. بس عرفتي من كثر ما ان المنظر وايد حلو التنحين يعني سبحان الله ما ادري شلون اقدر اوصف لك الشعور. عقب ما نوصل في شغله اسمها تي هاوسز او مثل ما يقولون جيست هاوس، هذا المكان اللي عادة يكونون أهل المنطقة يكون عندهم مثل بيت يأجرون فيه غرف، ودائما يكون الغرفة حمامها مو برايفت عز الله إنه يكون مشترك مع كل الغرف الباجي. كل ما ارتفعنا يعني كل ما ارتفعنا زيادة كل ما قل اللكجيريس على قولتهم بالتي هاوسز، يعني عادي ما تحصلوا مثلا ماي او ما يكون في ماي حار. طبعا ماي حار هو اوريدي ما يكون موجود على حسب يعني. اذا مثلا تبون تتسبحون تدفعون خلينا نقول 200 روبيه واتوقع يمكن 300 فلس او شيء كذي. اذا تبون تستخدمون الانترنت هم تدفعون، يعني على كل شيء لازم تدفعون لان هم بالنهايه ما عندهم شيء، يعني هم عايشين فوق الجبل وعايشين بس على السياح اللي قاعدين يجون لهم. بس شنو مثلا اذا سكنتي بالمكان يعطونك وجبه غدا وريوق وعشاء، ونوع عادة احنا ناكل بيض يعني بما ان نحتاج بروتين، فيعني يا بيض يا دالبات يا دالبات يا بيض، ما عندنا اوبشن ثالث. لما توصلين القمة عقب ما انت مريتي بكل هالظروف اللي عادي مثلا ماكو ماي حار تتبحين فيه، عادي انت نايمة ويمكن تسمعين صوت فار فوقك ما تدرين الفار داخل الغرفة ولا فوق ما تدرين، ماشية مثلا 6 ساعات بالبرد مطر هواء ما ادري شنو، فلما توصلين فجاه انت ما كنت مسويه هذا كله هال6 ساعات التعب، واللي قعدتي تقولين انا ان شاء الله حادني اللي جايه قاعده امشي هالمسافه، توصلين فجاه اصلا انت ناسيه انا وين كنت قبل فتره ما تدرين، من كثر ما ان الشعور يعني وايد ممتع. فبس يعني عاده ان يعني اذا وصلنا يا ان احنا نرد مكان ما ردينا مشي، او اذا نقدر ناجر هليكوبتر اذا كنا مجموعه انت حاضر ناجر هليكوبتر وننزل للمكان اللي بلشنا منه. اول تجربه كنت بروح هايكينج وما ادري شنو هايكينج، يعني شفت الاعلان اوكي نيبال دوله غريبه، كانت 2018 ويعني من يسافر نيبال 2018 يعني خليت كل دول العالم رحت النيبال، فكانت هايكينج وهم ما ادري شنو هايكينج بس كنت بروح. فلما رحت اوكي يعني ما قصر القايد، عطانا مثلا شنو الاشياء اللي لازم نشتريها شنو الاشياء اللي لازم تكون معنا، عطانا بريف بسيط ان شنو ممكن احنا نواجه، بس اكيد ما راح يقول لنا كل شيء بما انه يعني اللي هي رحله. ف ما اقول لك انصدمت بس انصدمت شويه من السكن ان لا راح اسكن هني بهالغرفه هذه، فبعدين خلاص عادي. المشي كان شوي متعب لان ما كنت مبلشه الرياضه ولا كان عندي ذيك اللياقه العاليه اللي راح اصعد دري 6 ساعات وانا قاعده أصعد متى اوصل. فكنت كل ما اقول لهم متى نوصل يقولون يلا عادي باقي ساعه باقي ربع ساعه، طبعا تعدي ربع ساعه ونص ساعه وساعتين وزين متى اوصل. فما يعني ما يقولون لك متى توصلين بالضبط، بس تعيشين هذه اللي التعب لين ما توصلين. بس اول يعني اول قمه صعدتها وشفت مثلا كانت على دفعه توقع 3700 يعني ما كانت وايد عاليه، بس جبال الهملايز شلون كانت يعني الشمس على جبال الهملايز كان شيء وايد عجيب، يعني ما ادري شلون اوصف الشعور ماكو شعور اصلا يوصف. راح اتكلم عن منطقه بخارى. المنطقة وايد حلوة مثل ما قلت بالبداية، هي منطقة جبلية فيها ليك فيها وايد كوفي شوبس ممكن ان الواحد يعني بس يتكي على قولتهم وما يسوي ولا شيء، فيها اكتيفيتيز حق اللي يحب، فيها الباراجلايدينج، فيها الالترا لايتس، فيها الكاياكينج، في زبلايننج، بانجي جامبينج، سوينج، فيها يعني فيها وايد اكتيفيتيز حق اللي يحب انه يسوي شيء ما يحب انه مثلا يقعد فاضي. وبالنسبة حق الناس اللي مثلا تحب انها هي ما تسوي شيء، الكوفي شوبس كل قهوة اقوى من الثانية، يعني انا مجربة وايد قهاوي خاصة احنا هنا بالكويت ما شاء الله يعني عندنا وايد كوفي شوبس كذي. كنت رايحة اثيوبيا اوكي قهوة اثيوبيا حلوة بس القهوة مالت النيبال طعمها غير، يعني بغض النظر عن طريقة تحميص مالتهم هي حبات القهوة طعمها وايد مختلف، فراح تعجب وايد الناس اللي يحبون قهوة منطقة بخارى راح تعجبكم. نيبال يعني أكثر من 10 من 10 يعني أنا قلت لك رايحت لها أكثر الحين من 5-6 مرات. أنصح الناس يروحون لها، يعني مو بالضرورة يروحون هايكينج، اللي وده يجرب هايكينج
ممكن انه هو يبلشها في جبال الهيمالايز، يعني في تختلف المسارات، في صعب وفي سهل على حسب اللياقة البدنية. من ناحية انه مثلا الواحد يبي يكتشف ثقافة، هم انصح انه هو يروح نيبال، يعني فيها اكثر من منطقة، مو بس بخارة اللي ذكرتها، فيها منطقة تشتون حق الناس اللي يحبون مثلا السفاريز، يقدرون يروحون يجربون السفاري هناك. العاصمة كاتماندو للأمانة ما أنصح فيها وايد، إلا إذا مثلا شخص يكون مهتم مثل ما قلت لك بالثقافة، يقدر إنه هو يروح المعابد اللي فيها، وايد أنصح فيها. وأتوقع الحين قريت مقالة قبل فترة تقول إن نيبال بالتحديد راح تكون وجهة سياحية للخليجيين. للأمانة ما أدري هم على أي أساس مسوين هالدراسة، بس مسوينها على مدى السنتين أو الخمس سنين الجايين إن شاء الله.